نادي الاتحاد السكندري طبعا نادي كبير وعظيم وجهازه الفني على اعلى مستوى، والحاج محمد مصلحي راجل اصلا كان لعيب باسكت، فوجوده في مجال الباسكت بيسري الباسكت طبعا. لكن طبعا كانت من الحاجات اللي هقول لك شويه فيها نوع استفز لعيبه الاهلي، ان لعيبه الاتحاد لما اتصاب من عندهم 7-8 كورونا، فنادي الاتحاد اصر خلاص كده والماتش المرتبط بتاعه، اصر انه يلعب ماتش مرتبط، بس معناه ان هو جاي تقضيه واجب، ان هو جاي هيجيب اللعيبه اللي هي هتخسر عشان ياخد عشان الماتش الكبير كده كده هيكسبه. دي كانت ليها عامل يعني عكسي عليهم، لان هي فعلا حفزت فريق النادي الاهلي بدرجه كبيره جدا.